نسحب من الصندوق مش قادرين نمر الدور. كان ذلك قبل أشهر من عزل محمد مرسي، هو المقصود بجر مصر إلى التسول بعدما أفلست في الثورة المقصود بها طبعا ثورة يناير، على أن ما صور للمصريين تسولا سيصير بعد 3 يوليو مساعدات أخوية، والادعاءات التي لم يثبت لها أساس من قبيل بيع نصف سيناء للأمريكيين وصولا إلى بيع الأهرام ستختفي مع غياب مرسي، وإذا ظهرت فلن تجد اليوم من يغنيها. الأخطر أن ما كان إشاعة ملأت الدنيا قبل عام يتجه لأن يصير حقيقة في زمن النظام العسكري. ففي تحقيق لافت تحت عنوان الحكومة توافق على تأجير الآثار للإمارات، نقلت صحيفة المسائية التابعة لإخبار اليوم عن مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن دولا خليجية عرضت استئجار آثار مصر بعد الانقلاب. وفي التفاصيل أن شركة اسمها برو أكت وورلد حاولت إخفاء كونها إماراتية، عرضت على الوزارة استئجار بعض المناطق الأثرية مثل منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة وقلعة قايتباي في الأسكندرية ومعابد الأقصر، وأنها حاولت بحسب الصحيفة تمويه كونها إماراتية بذكر أنها مصرية إقليمية، وأرسلت العرض إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي وجهه لمحمد إبراهيم فوافق من حيث المبدأ. ووفق الصحيفة تتعهد الشركة بتطوير المناطق الأثرية مقابل نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها لاحقا دون تحديد مدة أو مقابل التأجير، بالمقارنة مع إشاعة تقدم قطر بطلب مماثل. يقول التحقيق إن ما تردد حينذاك كان عرضا محددا من 3 لـ5 سنوات ومقابل $200 مليار، وتنقل أن هذا العرض لم يثبت أن له صلة بالدولة القطرية وكان أفضل بما لا يقارن مع العرض الإماراتي الذي سيتمكن من وضع اليد على كل الآثار المصرية وحضاراتها وتراثها شيئا فشيئا ودائما بحسب